السلام عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في الدرس 131 من هذا الكورس المميز. كلمة chance، chance سوف نشرحها بالتفصيل الآن في أمثلة وأهم المرادفات درسنا فقط في دقيقتين. أما الآن أضغط على إعجاب، اشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس، وشارك هذا الفيديو أيضا لجميع أصدقائك في نهاية هذه الدقيقتين. chance، chance تأتي بمعنى فرصة، احتمال، أو تأتي بمعنى صدفة أو إمكانية. chance chance حاول كتابة جميع الكلمات في كراسك أيضا وتكرار هذه العبارات بصوت مرتفع حتى تحفظها. chance chance المثال الأول I gave her أنا أعطيتها، منحتها a chance to answer، منحتها فرصة للإجابة. I gave her a chance to answer، لقد منحتها فرصة للإجابة. اقرأ معي I gave her a chance to answer. مثال الثاني There is little chance of his finding a job. هناك فرصة ضئيلة للعثور على عمل. There is little chance of his finding a job. أهم مرادفات كلمة chance opportunity فرصة scope فرصة أيضا break تأتي أيضا بمعنى فرصة هنا ومرادفة لكلمة chance وكلمة possibility إمكانية. إذا هذه أهم المرادفات، حاول حفظها جيدا. وأما الآن استخدم كلمة chance في جملة، اكتبها في جملة واكتبها أسفل هذا التعليق حتى استفاد من الآخرون أيضا. شكرا لك على المتابعة، انتظرنا بالحلقة القادمة مع كلمة مهمة جدا أيضا وهي كلمة change. تابعنا بالحلقة القادمة، شكرا لكم وإلى اللقاء.